هل ممكن تعمل فويس اوفر او تعليق صوتي عن طريق الذكاء الاصطناعي او الاي اي؟ الموضوع ده دلوقتي بقى منتشر جدا والمواقع اللي بتقدم الخدمه دي كتير. النهارده هنتكلم على واحد من افضل المواقع دي، وعلى فكره ده مش اعلان ليهم خالص. القصه كلها ان من كام يوم، يعني 24 ساعه 48 ساعه مش متذكر الحقيقه، كنت نزلت بوست على الفيسبوك، كان تجربه كده عباره عن يعني حاجه صغيره انيميشن. فنزلت التجربه دي الحقيقه على الفيسبوك وعجبت الحمد لله ناس كتير منكم، وكمان نزلتها على لينكد ان، ودي كانت اول مره اعمل بوست يعني على لينكد ان، وجاب الحقيقه رد فعل ظريف جدا. فمبسوط قوي ان انا اول مره انزل على لينكد ان والناس يعني تهتم بالموضوع، فده كان حاجه حلوه قوي. فالفكره كلها اني كنت محتاج فويس اوفر للتجربه بتاعه الانيميشن دي، او بتاعه الراجل اللي شبه بجرامي ده. So we are now in the medieval. It's bad, I know, but that's what the directors want. Our director is Mr. Zack. He's crazy, but also a creative man. اختلفت الأقاويل الحقيقة، في ناس بتقول شبه بيج رامي وأنا منهم الحقيقة، وفي ناس تانية بتقول إن هو شبه أشرف بتاع الكبير أو مسلسل الكبير أوي. فياريت تقول لنا في الكومنت تحت هو شبه مين أكتر، بيج رامي والله أشرف. نرجع تاني لموضوعنا، فكنت محتاج فويس اوفر يشبه الشخصية اللي أنا عاملها دي، والحقيقة الشخصية دي أنا كنت عاملها باستخدام زي ما قلت الكاركتر كريتور 3، وكمان باستخدام الزيبرش، يعني عدلت عليها شوية في العضلات وفي الشكل وفي الشعر وفي الحاجات دي وفي الدماغ، يعني عشان الكاركتر يختلف شوية. ففي ناس الحقيقة مش قليلين منكم سألوا انت عامل الصوت ده ازاي، وانا الحقيقة كنت وعدت الناس دي اني هتكلم في حلقة خاصة من زاك توك على الموضوع بتاع الفويس اوفر عن طريق الذكاء الاصطناعي ده. فالنهاردة في حلقة زاك توك هنتكلم عن الموضوع ده. اشوفكم بعد الانترو. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه الاخبار؟ معاكم محمد زقزوق من zackworks.com وzackworks.academy. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات زاك توك. اخيرا كانت اخر حلقه من حوالي شهرين تقريبا، حاجه زي كده. وفي ناس كتير منكم بتسال ليه سبب التاخير. هو اكيد يعني التاخير ده ليه اسباب الحقيقه كتير، ولكن من اهم الاسباب الخاصه بالتاخير ده اني مش عايز اعمل اي محتوى خلاص، عايز اعمل محتوى محترم يليق بيكم عشان تتفرجوا عليه وتبقوا مستمتعين وكمان مستفيدين. فالحتتين دول الحقيقه مهمين جدا بالنسبه لي، يعني ان يبقى في افاده في المحتوى، وان انا ما احطش اي حاجه او املى المحتوى خلاص، او ان احنا نبقى بنهري يعني بنمشي. فانا بالنسبه لي الحقيقه الكم مش مهم خالص، القيمه عندي اهم بكتير من ان انا اكون دايما متواجد او كل يوم بعمل فيديوز او حاجه زي كده. واكيد لو في حاجات كتير مهمه المفروض اتكلم عليها اكيد هكون موجود معاكم كل يوم، فده ما يمنعش يعني. تعالوا بقى ندخل في موضوع الحلقه بتاعت النهارده. موضوع الذكاء الاصطناعي في الفويس اوفر او حتى في الديزاين بقى منتشر جدا اليومين دول، وطبعا زي ما انتم عارفين في مهندس من كام يوم في جوجل وقفوه عن العمل علشان كان بيعمل تيستات او كان بيختبر الذكاء الاصطناعي الجديد بتاعهم اسمه لامدا تقريبا، وقال كلام مرعب جدا الحقيقه، ان يا جماعه الذكاء الاصطناعي ده عنده ادراك طفل عنده 7 سنين او 8 سنين، فده شيء مرعب جدا، زي ايلون ماسك برضو لما كان بيقول ان الذكاء الاصطناعي هيكون شيء مرعب ومخيف. وكنا اتكلمنا في حلقه برضو من فتره كبيره عن حكايه الذكاء الاصطناعي وهو هيودينا لحد فين يعني. فالحقيقه زي ما احنا بنشوف اليومين دول الذكاء الاصطناعي كل يوم بيتطور، وحته الفويس اوفر وحته الديزاين وحته الفيديوز كمان والديب فيك بقت منتشره جدا اليومين دول، وطبعا الذكاء الاصطناعي بيلعب دور اساسي في الحكايه دي، زي برضو ما شفنا ابلكيشنز كتير بتنزل السوق زي الفيس اب مثلا على ما اتذكر اسمه، ده اللي كان بقى ترند عالمي اصلا وكل الناس بقت تشتغل بيه، اللي هو بيخليك تبقى عجوز وبيخليك تبقى مش عارف عامل ازاي، يعني حاجات زي دي بتنتشر في بعض الاوقات وبتبقى ترند، في ناس بتشوفها لذيذه وظريفه وتقدم تكنولوجي، في ناس تانية بتشوفها حاجه مقلقه وحاجه مخيفه وممكن تكون بتهدد كمان شغلك او بتهدد المجال اللي انت فيه دلوقتي، سواء حتى المجال ده كان برمجه او ديزاين او فويس اوفر. انا عارف ان انا رغيت كتير، تعالوا بقى نتكلم عن الويب سايت اللي جايبه لكم النهارده. الويب سايت ده اسمه ريبليكا ستوديو. ريبليكا ستوديو ده من اظرف الحقيقه الويب سايتس الخاصه بالاي اي او الذكاء الاصطناعي اللي انا اشتغلت عليها الفتره الاخيره، وهم عاملين تعاون الحقيقه مع شركات كتير زي انفيديا وايكلون 7 اللي تابع ريال لوجن وانريل انجن طبعا ويونيتي وكده. فهم عاملين الحقيقه شغل حلو قوي ريبليكا، ومجهزين لك كام كاركتر كده تلعب فيهم، وطبعا اللي هيستخدم الكلام ده هيكون للجيمز او الفيلم او الميتافيرس يعني. ولما تسجل لأول مرة في الويب سايت ده بيديك نص ساعة من الفري فويس كريدت، فده شيء حلو جدا الحقيقة. الأسعار ايه مش عارف، لكن طبعا حاجة زي دي مش هتكون ببلاش لان هي فعلا هاي كواليتي وحلوة قوي. القصة كلها ان انت بتكتب له السكريبت اللي انت عايزه، وبعد كده الموضوع بتاع السكريبت ده او النص ده بيتحول
لصوت. تعالوا ندخل كده على الاكاونت بتاعي ونشوف انا عملت الصوت ده ازاي. وهتلاقوا هنا ان انا عندي او فاضل يعني من الكريدت بتاعي 21 دقيقة و 39 ثانية. وطبعا هتيجي تحمل الابليكيشن بتاعهم على ماك او ويندوز، يعني اشتغل على اي حاجة من الحاجات دي. وليه طريقة برضو في اللينك، يعني في دي طريقة في الربط ما بين البرامج اللي انت بتشتغل عليها. انا عشان كنت بشتغل على ايكلون 7 فربطته بالايكلون 7 والحقيقة عمل نتيجة مبهرة جدا، لانه كمان بيساعدك في حكاية الليبسنج او موضوع او حركة يعني الشفايف في الانيميشن. فتعالوا كده نبص على شكل الابليكيشن على الديسكتوب عامل ازاي. ادي شكل الابليكيشن اهو، بتيجي هنا عند البروجكتس بتاعتك، وزي ما انتوا شايفين انا عندي ديمو بروجكت، وهنا بتختار الناس او تقدر تسمع يعني زي تستات كده للصوت بتاع الكاركترز. وهنا في فويس لايبراري نفس الكلام برضو، تقدر تسمع الناس اللي بتعمل الحاجات دي او الاصوات يعني المختلفة من الكاركترز الموجودة على الويب سايت. ولو جيت دوست على الساند بوكس هتلاقي هنا بقى البروجيكتس بتاعتك زي ما انتوا شايفين، يعني سيناريو زي ده او نص زي ده او تكست انا واخدته 4 مرات. وطبعا انت بقى بتتحكم من خلال المسافات ومن خلال شوية تولز كده بسيطة هم حاطينها لك في الابليكيشن بتاعهم، ان الكاركتر يقرا ببطء او يقرا في الحتة دي استنى شوية او يهولد هنا او. تعالوا نسمع كده. We are now in the medieval. It's bad I know, but then what the directors want. Our director is Mr. Zack. زي ما انتوا شايفين. But also creative man. يعني حاجة بسيطة كده. وهنا برضو دي كانت بقراءة تانية او يعني فويس اوفر اخر، تعالوا نسمعه كده. هو نفس الشخص ده برضو حد تاني. Maybe you will not recognize me, but you think all right, I'm an alien, not from Earth. My master got me here. His name is Sam. I'm living in. دايما أنا بعذب الكاركترز بتاعتي. فالحقيقة ده صوت مختلف، كان برضو الكاركتر مختلف، كنت منزله على الفيسبوك، كان بيرقص وبيعمل حركات غريبة كده، عبارة عن alien يعني شكله مزرق كده لونه غريب. فطبعا الكاركترز وطول ما أنت شغال في الأنيميشن هتبقى محتاج الاي اي فويس، او بقى ان انت تسجل الكلام ده بنفسك او تروح لحد بروفيشنال يسجله لك. تعالوا كده نسمع برضو. Hello, maybe you are not recognize me, but you think all right, I'm an alien. I'm from here, my master got me here. يعني دي ما كانتش مظبوطة قوي والكاركتر صوته ما كانش عاجبني، ولكن هو ده الابليكيشن اللي انا استخدمته في موضوع التست بتاع الانيميشن او التجربة اللي انا نزلتها من حوالي يومين. اوعدكم ان شاء الله ان انا لو لقيت ابلكيشنز زي دي تانية او برامج او حتى ويب سايتس زي دي تانية هنتكلم عنها في حلقة خاصة من زاك توك، لان الحكاية دي هتساعدك جدا كانيميتور او موشن جرافيك ديزاينر في شغلك. وبكده تكون حلقة النهاردة الحمد لله خلصت على خير. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد من زاك. وطبعا اكيد ما تنسوش تدخلوا على zackworks.academy علشان تشوفوا الورش والكورسات المحترفة جدا اللي بنقدمها هناك. يعني لو عايز تدخل مجال الموشن جرافيكس من اوسع الابواب وتكون راجل محترف بجد زي ما بيقول الكتاب، fzackworks.academy هو الحل. فبقى خد بصة كده لو حابب يعني ان انت تطور مستواك او حتى تدخل مجال جديد او تنقل او تشفت كارير. يعني كان معاكم محمد زقزوق من zackworks.com وzackworks.academy. سلام عليكم.